السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر للبنات. اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي نقدمها الفترة الجاية ان شاء الله. النهاردة هنتكلم عن التفكير المستمر في الاشخاص، علامات، وازاي نعرف ان احنا في اتصال روحي ما بيننا وبين الشريك او الطرف الاخر، وازاي نعرف مشاعر الطرف الاخر من هذه العلامات. اول شيء زي ما قلت قبل كده في الفيديوهات ان من علامات الحب ان هو ما بيجيش فردي. شعور الحب شعور مزدوج جمع، استحالة يجي فردي وإلا ما يبقاش اسمه حب. طب ازاي اعرف ان انا بمر بما يسمى مشاعر الحب؟ علامتها تظهر عليك لو حسيتها وادركتها في سلوكك وفي وجدانك وفي شعورك وفي ذهنك، تأكد من انك تشعر بمشاعر الحب الحقيقية، وهي انك بتبقى شايف الطرف الاخر وكأنه السعادة الابدية بالنسبة ليك. مش مهم انت تبقى سعيد، المهم الشخص الاخر يكون سعيد. انت بتبقى خايف عليه جدا، بتبقى عايز تطمن عليه، بتبقى عايز تراقبه، بيبقى اهم شيء في حياتك. انت مش بتهتم باعمالك زي الاول، لكن بتهتم جدا بالطرف الاخر، بتحس بمشاعر جميلة جدا لما بتفتكره. تأكد ان انت هنا بتمر بمشاعر حب واتصال روحي قوي حاصل ما بينك وبين الطرف الاخر. طيب هيجي لي سؤال، وبيتكرر هذا السؤال على طول، ممكن يكون حب من طرف واحد، ممكن يكون انا اللي واهم نفسي والطرف الاخر عايش حياته. زي ما قلت من رحمة ربنا بينا ان العقل اللاواعي للانسان بيحدد لك الشخص اللي انت بتفكر فيه، بيقولك هو ده الشخص اللي بيفكر فيك، هو ده الشخص اللي انت شاغل تفكيرك بيه على طول. الترددات من الشخص بتوصل لعقلك اللاواعي، الترددات لما بتوصل لعقلك اللاواعي، عقلك اللاواعي بيديك اشارات ان في شخص بيفكر فيك وبيرسلك اشارات، علشان كده تلاقي الشخص على طول في افكارك، مش قادر تخرجه من دايرة افكارك. احنا كان ممكن نحس بمشاعر الحب وخلاص، احنا بنحس بمشاعر الحب لكن مش عارفين مين الطرف الاخر اللي بيرسل لنا هذه المشاعر الجميلة. لكن عقلنا اللاواعي بيقوم بهذه المهمة وبيعرف لنا وبيحدد لنا الشخص اللي بيفكر فينا، لكن فقط احنا محتاجين ان احنا نفعل ادراكنا الحسي ونستشعر ونصدق. الشخص الاخر بيرسل لك ترددات قوية قوية جدا، هي علشان كده انت مش بتقدر تخرج الشخص من تفكيرك. مهما حاولت مش هتقدر تخرج الشخص برا دايرة افكارك. طالما الشخص سيطر عليك، تأكد ان هو بيرسل لك طاقات قوية جدا جدا، حتى لو بدا لك في بداية الامور ان هو بيتجاهلك، ان هو مهمل في العلاقة، ان هو مش بيسأل، ان يعني حتى لو بين لك عكس ذلك، تأكد ان الشخص الاخر بيفكر فيك. ما تقوليش عامل لي بلوك، ما تقوليش متجاهلني، كل الحاجات دي ملهاش اي لازمة. لكن طالما انت العلامة القوية اللي تشعر بيها، طالما انت مش قادر تطلعه من دايرة افكارك وفي مشاعر حب قوية تجاه هذا الشخص، تأكد ان الشخص بيفكر فيك. طب هيجي لي سؤال تاني، انا حاسس ان انا متعلق بهذا الشخص، يعني انا بحبه لدرجة كبيرة جدا وحاسس ان انا بقيت متعلق بيه، وهذا التعلق حاسس ان الطرف الاخر بدأ يبعد عني، حاسس الاتصال الروحي بدأ يضعف، الطرف الاخر بقى مش مهتم او بينفر مني. احب اقول لك بكل بساطة، السر في ايدك، السر في ايدك. ما قلت لكش ما تحبش الشخص، لا، حب الشخص، لكن زي ما قلت قبل كده، حبه بعقل، حبه بوسطية، حبه باتزان. ما هو الشيء لما بيزيد عن حده بيتقلب ضده. فانت لما تشعر بمشاعر الحب، حاول تقنع نفسك ان هذه مشاعر عادية
اي انسان ممكن يمر بيها، اي انسان ممكن يشعر بيها، شيء عادي. الانسان اللي انت بتحبه ده انسان زيه زيك، مش ازيد منك في شيء، مش اعلى منك في شيء. لازم توازن طاقتك معاه علشان طاقتك ما تقلش عنه والشخص الاخر يبدأ ينفر منك. فالنقطة دي لازم نخلي بالنا منها، ما نحسش ان الشخص الاخر اللي احنا بنحبه ده، لا ده شخص استحالة نوصل له، ده شخص احنا مش مصدقين نفسنا ان هو بيحبنا او بيفكر فينا. ليه يعني؟ هو انسان زيه زيك بكل مميزاته وكل عيوبه، يعني هو انسان عادي جدا. لازم تقنع نفسك بهذه الاشياء عشان طاقتك تبقى متوازنة معاه، علشان ما تشعرش بمشاعر التعلق اللي هي بتفسد مشاعر الحب، او اللي هي بتهاجم مشاعر الحب. ما هي مشاعر الحب؟ ايه اللي بيهاجم مشاعر الحب؟ التعلق، ان احنا بنتعلق بالاشخاص، وده اللي بيفسد الاتصال الروحي ما بين الاشخاص. يعني الاشخاص بيكونوا بيحبوا بعض وفجأة تلاقي شخص متعلق بالطرف الاخر. لا، انا عايزة نوازن طاقتنا. اول ما نشعر بمشاعر الحب الحقيقية نوازن طاقتنا، ما نبصش للشخص الاخر على انه شيء صعب المنال، او ان احنا مش مصدقين نفسنا ان الشخص ده حبنا. لا، عادي جدا جدا جدا. طول ما انت موازن طاقتك مع الشخص هتشعر بمشاعر الحب، هتستمتع بمشاعر الحب، مش هتسبب لك اذى، مش هتسبب لك تعب، مش هتسبب لك ارهاق تفكير، هتمارس اعمالك اليوميه بشكل عادي، وهتشعر ان انت مش بتتالم، مش بتتالم. ان في ناس بتتالم، في ناس بتتالم حتى لو الشخص اهتم بيها، برضو متعلقين وبرضو بيتالموا. فانا عايزاك تمارس يومك بشكل طبيعي، وتمارس يومك بشكل طبيعي جدا. لو شعرت بهذه المشاعر عادي جدا، لا طاقتك تزيد عن الشخص ولا طاقتك تقل، وزنه طاقتك. ممكن طاقتك تزيد، انت طاقتك تزيد عادي، لكن ما تقلش عن الشخص الاخر علشان ما تشعرش ان انت متعلق بيه، تشعر بمشاعر التعلق ومشاعر صعبة جدا جدا جدا. عاوزكم تعرفوا شيء، علشان تشعروا بالسعادة في الدنيا لازم ما تخلوش نفسكم تحت تأثير طاقي من حد. يعني ايه؟ ما تخلوش الاشخاص يعصبوك يضايقوك، يعني حتى لو الشخص ارسل لك طاقات ما تأثرش عليك. ما تربطش سعادتك وسلوكياتك بالاشخاص، يعني تخلي مودك على طول كويس، مزاجك على طول كويس، طاقتك إيجابية على طول. ما تتأثرش بالأشخاص، وما تخليش الأشخاص يأثروا فيك، يعني سلوكيات الأشخاص تجاهك ما تأثرش عليك، ما تأثرش على نفسيتك. ما هو التعب النفسي اللي بيمر بيه أي إنسان، لأن في إنسان آخر عمل فيه شيء أثر على نفسيته في شيء، أو بيمر بشيء معين أثر عليه. فأنا مش عايزة أي شيء يأثر عليك. لازم تعرف ان احنا عايشين في دنيا، ما احناش عايشين في جنة. هنقابل ايوة اشخاص سلبيين، هنقابل مواقف سلبية، لكن لازم نتغلب عليها، لازم ما نهولش الامور، لازم نعدي الامور ببساطة، ونلجأ الى الله في اي مشكلة بتقابلنا، ونخلي على طول مودنا ومزاجنا معتدل. مفيش حد يقدر يأثر على مزاجنا، نخلي ثقتنا بنفسنا عالية. لو طبقنا النصايح دي صدقوني هنرتاح جدا جدا. يعني الشخص يزعلك تكتئب وتدخل في مود اكتئاب ومش عايز تكلم حد، وي وي وي، كل ده بيأثر على طاقة الإنسان. علشان طاقتك تبقى متوازنة، علشان لما تيجي يبقى في اتصال روحي ما بينك وبين إنسان، يبقى الاتصال الروحي متوازن، ما يبقاش انت على طول طاقتك سلبية، يجي الأشخاص يرتبطوا بيك ينفروا منك. يعني انت طاقتك على طول سلبية، حتى بتعتدل وبتتوازن لفترة زمنية بسيطة وترجع تاني الاشخاص يأثروا عليك وطاقتك السلبية تقل. فانا مش عايزة كده، انا عايزة احنا نكون متوكلين على ربنا. كل الامور بيد ربنا، الخير والسعادة وكل شيء في الدنيا بيد ربنا. ما نزعلش، ما نحزنش، نرضى بقضاء الله ونسلم لأقداره. اي حد عنده سؤال بخصوص الاتصال الروحي والتفكير المستمر وعلامات التفكير المستمر في الاشخاص، اي حد بيمر بعلاقة
وعايز يستفسر عن اي شيء، يا ريت يكتب لي السؤال في التعليقات وانا برد على التعليقات على قد ما اقدر. وانا في جروب الواتس سايبه لكم في الديسكريبشن، لو حد عايز يتواصل في جروب الواتس الادمن بيرد على كل الاستشارات. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة.